اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده واحد من العيون الخبيره. دايما لما كنت بسال هنا عند الناشئين اقول له مين اول واحد اكتشفك، مين اول واحد شافك، مين اول واحد مرنك في النادي الاهلي، كان دايما معظم اللعيبه تقول لي كابتن تامر حفني. منورنا ومشرفنا. ضروري حضرتك وبشكرك على المقدمه الجميله دي، وطبعا الحمد لله بفضل الله، دي نعمه ربنا مديها لنا والحمد لله. اولا يعني عودا حميدا لبيتك النادي الاهلي مره تانية. الحمد لله. الفتره اللي فاتت سنتين في زد، رجعت تاني بيتك النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيتك، يعني مش غريب عليك يعني. لا طبعا انا قضيت عمري كله في النادي الاهلي، انت حضرتك عارف ان انا من 78 وانا في النادي الاهلي. لكن طبعا في البدايه بحب طبعا اشكر كابتن محمود الخطيب ولجنه الكوره وكابتن خالد بيبو اللي كان ليه دور كبير قوي ان انا طبعا ابقى متواجد في النادي وارجع بيتي. وطبعا برضو بشكر اداره زد المنظومه الناجحه اللي ان شاء الله هيبقى ليها دور كبير جدا في القطاعات، كابتن علاء نبيل عامل قطاع محترم حقيقه، بشكرهم طبعا على السنتين اللي انا قضيتهم معاهم، والحمد لله انا رجعت بيتي وانا مبسوط جدا ان انا رجعت بيتي. طبعا عندك مهمه كبيره، قطاع البراعم ده لما بنتكلم على البراعم يعني التاسيس والشغل علشان يبقى عندك قطاع ناشئين قوي، الفرق بقى اللي بتلعب ناشئين وتلعب جمهوريه لازم يبقى عندك الانتقاء والتاسيس صح، لازم تطلع بالعماره صح، الاساس بتاعها. ما هي مرحله بتبقى صعبه جدا، هي زي ما حضرتك بتتكلم بتقول مرحله التاسيس. اهم حاجه الانتقاء في مرحله التاسيس، يعني انت ازاي انت تعرف تجيب لعيب كويس وتوظفه وتعرف تشتغل عليه. ان احنا شغلتنا في المدرسه اللي احنا نطلع للفرق الشباب، وفرق الشباب تصاعدي كده بتطلع الدرجه الاولى، زي ما شفت اللعيبه اللي طلعت الدرجه الاولى الحمد لله وعملوا طبعا طفره كويسه، ومنهم اللي طلع اعارات، ودي حاجه كويسه طبعا بالنسبه لنا في القطاع ان احنا لعيبه تطلع درجه اولى. وحتى لو طلع اعاره اهو برضه تحت عينين النادي الاهلي. يمكن هو بيبقوا محتاجين يلعبوا كتير او يحتاجوا كتير، فدي طبعا نجاح طبعا المنظومه كلها ونجاح قطاع الناشئين، ان هو طبعا زي ما شفت حضرتك طلع لعيبه كتير جدا كويس.